حلب تميزت على مدار السنوات بحرفية وفن مأكولاتها وحلوياتها على مائدة شهر رمضان المبارك، ومنها اللقم أو ما تعرف بالعوامة. اللقم عنا مشهور عنا برمضان بالذات، أكلة شعبية عنا. لقم صادة ولقم بجوز. لقم الصادة عبارة عن طحين وفانيلا وخميرة وقطر منقطره، ونفسه بجوز نحشي جوز ومنقلي ومنقطره. اللقم أكلة تدخل ضمن أصناف الحلويات وتتميز بقوامها الهش وطعمها الحلو وسهولة تحضيرها داخل وخارج المنزل، وتصنع من الطحين والسكر والزيت، وما يساعد على انتشارها الكبير توفر هذه المكونات بكل مكان. أكلة حلبية شعبية، هي مكونة من طحين وخميرة وقطر يعني، وتتواجد أكثر شيء في شهر رمضان. أكلة اللقم عندنا هون بحلب مشهورة كثير وبحبوها العالم برمضان كثير. في لقم عادي، وفي العالم بتحب الجوز أكثر لأنه يعني بيجي طعمته أطيب، بغب قطر أكثر. يعني أكلة كثير عندنا مشهورة بحلب هي، والعالم كثير بتحبها في رمضان. حبة اللقم باتت تقليدا وجزءا هاما على موائد شهر الصيام، لتكون إلى جانب أصناف أخرى من الحلويات والمعجنات. أنس رمضان، الإخبارية السورية، مدينة حلب.